الوطني المغربي أرسل. أدأت المرجو من الجميع التحاق فرق احياء المجلس الجماعي متداخلين في التنظيم ديال هذا التظاهر هذه إخوان كلشي تلقاو في السباقات ديبار من كوبيا عند هو لارج يبين جميع المشاركين وجميع طبعا وعلى راسهم كوكا كولا والسي مصطفى تبارك الله عليك سي مصطفى. نشكر ايضا ليغ سوس مسا درعا داتليتيزم افيرو ماروك طبعا وزاره الشباب والرياضه ماروك تيليكوم مياه الامان عماله سكنت من الضحى ميغا بيب الجمعيه الرياضيه لفرق الاحياء بيت ملول جمعيه السباحه والجري ضحى وكذلك بيغور والرفيع البارز. كذلك نشكر عاليا الجهة المنظمة بالإضافة طبعا إلى مجموعات من المدعمين وعلى رأسهم المجلس الجماعي لأيت ملول البرلماني السيد حسين حريش بالإضافة إلى السيدة جميلة نائبة رئيس المجلس الجماعي والمسؤول عن الجمعيات طبعا عن جمعيات الأحياء الرياضية. هذا الثلاثي سيعطي بعد هذا اللقاء المبارك الرياضي سباق على الطريق لمسافه 11 كيلومتر. ونرحب اللحظه بالسيد الباشا ممثلا للسلطه المحليه. شكرا سيد الباشا سيتفضل ايضا لاعطاء اشاره انطلاقه السباق. ومن خلال سيد الباشا شكرا للسلطه الاقليميه وعلى راسها السيد عامل صاحب الجلاله على عماله سكان 8 بلول. شكرا ايضا للامن الوطني القوات المساعده الوقايه المدنيه وزاره الصحه والهلال الاحمر وكل من يشارك معنا في تنظيم هذا السباق الرياضي لفرق الاحياء. اذا فوتخ اتونسيون سيل فوبلي فوتخ اتونسيون سيل فوبلي الكل على استعداد الكل على استعداد عفاك الموسيقى كوكلا جزيت اذا نعطي اشاره انطلاقه السباق. اذا بسم الله وعلى بركه الله هذا السباق المبارك بمشاركه مجموعه من العدائين مجموعه من الابطال ويعرفون هذا السباق المتعه سباق في حدود 7.5 كيلومتر. فالرتبة الأولى زكي ياسين من إفران في حدود 7.5 كيلومتر حقق توقيت 21 دقيقة 37 ثانية وحسب المنظمين فهذا توقيت جيد ديال السباق. والرتبة صاحب سيرة رمضان جهاز مجموعة من وصاحب سيرة 15 من بوليت عزيز حقوا على نفس التحديد ممكن الانطلاقة وصاحب سيرة 406 طبعا لي حقق توقيت جيد أيضا
سنتعرض عليه بعد قليل. مشارك من المشاركين تفضل الاسم كريم وكلمه في هذا الاطار الرياضي اللي كنعيشوا اليوم. شكرا ابراهيم حنكاش يعني عداء هاوي. هذه اول مره كنشارك في سباق ديال 10 كيلومتر في ايت ميلو وفرحان بزاف لاني استطعت انني نكمل السباق وبريتم اللي هو ريتم منتظم. وكنشكر بزاف الجمعيه اللي كانت هذا السباق وكنشكر يعني المدعمين ديال هذا السباق كنشكركم جميعا وكنتمنوا هذه الفرصه ان شاء الله تعاود باش يشجعونا حنا الناس اللي كبار في العرب اننا نتحركوا ونديروا الرياضه شويه. شكرا تبارك الله عليك. شكرا وهنيئا واطلب اللحظه اذا بعد
يوسفي سي يوسفي يوسفي واطلب أولا السلام عليكم، كنشكر الجمهور الكريم ديال عيد ملول وكذلك العدائي اللي حضروا معنا اللي جاوا خارج المغرب وداخل المغرب. آخر مشاركة ليا كانت بشيلي، كانت التظاهرة جد قوية وكانت منافسة صعيبة شوية، كانوا أبطال عالميين. وكذلك المشاركة ديالي بفالنسيا سومي ماراثون وفالنسيا بالماراثون، احتليت على المركز الخامس. المشاركة كانت قوية بزاف والحمد لله احتليت على المركز الخامس بفضل المجهود ديالي والتدريب ديالي، وكذلك كنشكر المدرب ديالي يوسفي. مدير شركة اتصالات المغرب، إذا كان في استماع سيد مدير شركة اتصالات المغرب تفضل. السادة مديري الشركات المدعمة تفضلوا، إذا كانوا في الاستماع الشركات المدعمة. ما باقي شي واحد من الشركات المدعمة. الرئيس تذكارية برفقة المتوجين تفضل. ونشكر بالمناسبة رجال الأمن الوطني، القوات المساعدة، الوقاية المدنية وكذلك وزارة الصحة، شكرا لكم على الدعم وعلى تأمين هذه الدورة. شكرا الأمن الوطني، القوات المساعدة، الوقاية المدنية. صورة تذكارية برفقة الأبطال تفضلوا. شكرا للشركات المدعمة، شكرا للفرق الفنية، شكرا للرياضيين والرياضيات، شكرا لجمعية المجتمع المدني. والله هذه لا هي اختي علينا بالله. هذه شركة ميغا بيب، إلا كان حاضر معنا في الاستماع يتفضل. ميغا بيب هنا ولا لهيت؟ ولا ننسى فريق عماد إكسترا خدمات للأمن الخاص، تبارك الله عليكم، كنتم كنتم رائعين. ونعطي اللحظة طبعا تكريم محمد مادي لفيتيرون، ويتفضل سي بوروايا أحمد، الأستاذ بوروايا، أستاذ بوروايا أحمد، أستاذ بوروايا، أستاذ بوروايا اللي كنحضر معنا، بوروايا أحمد تفضل. إذا نكرم اللحظة محمد مادي أكبر المسنين اللي شارك معنا، فيتيران محمد مادي. صورة رائعة ما شاء الله. عمر بنقول، عمر بنقول تفضل معنا. السي عمر بنقول الاستاذ الرائع، طبعا هو من المؤسسين ديال الجمعيه ومن المدعمين ديال الجمعيه، يتفضل ليكرم ان فيتيرون اللي هو السي محمد مادي اللي فاز بالرتبه الاولى برفقه السي بوروايا احمد. Thank you.
بروايا، تفضل سي بروايا برفقة سي عمر بنقول واحد غيسلم الكأس واحد غيسلم الورد والشهادة، يلا تفضلوا. شوف هنا شوف هنا وبنادي على عزيز دريوش من طبعا عزيز دريوش ذوي الاحتياجات الخاصة. عزيز دريوش عزيز دريوش يتفضل. سي محمد أمزال تفضل. سي محمد أمزال لتكريم حباد عفوا أمزال لتكريم هذا البطل الرائع الرياضة والرياضيين وجميع الأنشطة بهذه الحملة الرائعة. وأيضا سيتسلم السيد الباشا نيابة عن سيد الكاتب العام لعمالة زقال إتملول سي سليماني عبد القادر، نشكره على دعمه أيضا. ويتفضل دائما السيد الباشا باش ياخذ نيابة عن سيد الكاتب العام ويسلمها السي حريش الحسين أستاذ حريش حسين بالنيابة عنه يتسلمها السيد الباشا السيد الكاتب العام لعمالة زقال إتملول. والسيد رئيس الدائرة الحضرية اللحظة سيكرم السيد رئيس الدائرة الحضرية. شكرا سيد رئيس الدائرة الحضرية إتملول على الدعم على المساندة على الوقوف بجانبنا جميعا في أنشطتنا التربوية الرياضية الفنية الثقافية. سي رضوان متلان نيابة عن جميع المشاركين وهو مدير الدورة يسلم هذه الهدية للسيد الباشا. شكرا سي رضوان نيابة عن كافة المشاركين. أستاذي ونكرم اللحظة السيد رئيس المجلس الإقليمي يتفضل سي غوريزي مشكورا بالنيابة عن المجلس الإقليمي ويسلم الهدية الأستاذة مصدق جميلة نيابة عن السيد رئيس طبعا المجلس الجماعي تسلم هذه الهدية للمجلس الإقليمي في شخص سي محمد غوريزيب عضو المجلس الإقليمي والمكلف بالأنشطة الرياضية. تفضل. سيداتي سادتي نكرم جميعا رئيس المجلس الجماعي لأيت ملول الأستاذ العسري لمجهوداته القيمة لإنجاح كل التظاهرات. شكرا سيد الرئيس. وباسم اللجنة المنظمة سيتفضل سي نور الدين رئيس الجمعية رئيس اللجنة المنظمة يسلم بالنيابة عنا جميعا للسيد رئيس المجلس الجماعي الأستاذ حسين العسري. شكرا للمجلس الجماعي شكرا ل ما تقدموه لفائدة ساكنة هذه المدينة الجميلة المدينة العريقة مدينة أيت ملول. شكرا. مجهودات يسجلها التاريخ لكم سيدي الرئيس. شكرا لكم. يكرم اللحظة السيد النائب البرلماني للشاب حسين حريش الذي يحب منطقته ويحب شباب المنطقة وساكنة المنطقة. شكرا على الدعم سيد حسين حريش ويسلمها الحاج بوبكراوي بالنيابة عن جميع المشاركين. الحاج بوبكراوي بالنيابة عن جميع الأبطال الرياضيين المشاركين يسلم هذه الهدية طبعا عرب وامتنان ومحبة. الحاج اللحظه غتبقى سي بوبكراوي غتبقى سي حريش يتم اللحظه تبادل الهدايا ويكرم اللحظه السيد عز الدين البوبكراوي
طبعا عزتي المبكراوي من المدعمين ديال واحد العدد كبير ديال الانشطه ما شاء الله عليك، ويكرمه السي الحسين حريشي. سي الحسين العسري، بغيناك تاخذ اليوم واحد الصوره مع الحاج بوبكراوي في هذه اللحظه الجميله، عرفوا الامتنان والمحبه اللي كتجمع بين طبعا المجلس الجماعي ديالنا وبين ايضا المدعمين وايضا الناس اللي هما طبعا في الميدان دائما ما شاء الله. اللحظة سيداتي سادتي أحمد أمزال، تفضل سي أحمد أمزال، شكرا على المجهودات. ويتفضل السيد نائب رئيس المجلس الجماعي لولاد نحو برفقة السي عمارة معها بتكريم السي أمزال. يتفضل لحظة السي محمد بابا أحمد، محمد بابا أحمد عن شركة اتصالات المغرب، شكرا على المجهودات. تفضل. بالنيابه عن السي محمد بابا، يتفضل السي ممثل شركه اتصالات المغرب اللي طبعا اخذ هذه الهديه، واطلب من السي عمر بلبل والسيد ممثل شركه كوكا كولا السي مصطفى يتفضلوا بجوج لتكريم هذا الرجل. شكرا لكل من يدعم مثل هذه اللقاءات. السيد مدير السجن المحلي اللحظة يكرم على يد هذه الجمعية. مدير السجن المحلي والسي رفيق المدني، وجرات السي رفيق المدني، حاج رفيق المدني. يتسلمها بالنيابة السي نور الدين، ويسلمها السيد الباشا. شكرا تبارك الله عليكم ولفتوا تبارك. اذا تفضل. مدير السجن المحلي يتسلمها بالنيابه عنه السيد نور الدين، ويسلمها السيد باشا. واللحظه بالنيابه عن جمعيه السباحه والجري والتعطير الرياضي يتسلمها الحاج علي، وهنيئا الحاج علي على التنظيم المحكم ديالو للسباق السباقات متعددة، وعلى أيضا مهرجانات السباحة وتشجيع السباحة. يتفضل الحاج علي بالنيابة عن رفيق المدني وبالنيابة عن كافة أعضاء جمعية السباحة والجري والتنشيط الرياضي. تفضل الحاج علي ويسلم له الهدية السيد رئيس المجلس الجماعي لأيت ملوم. تفضل. الجمعية اللي كانوا حاضرين تفضلوا ياخذوا صورة تذكارية جمعية الجري وكذلك التعطير الرياضي. تفضلوا مشكورين إلا كانوا ياخذوا صورة تذكارية برفقة الحاج علي. شكرا مرة أخرى لرجال الأمن الوطني، القوات المساعدة، الوقاية المدنية، وكذلك
كل المداعبين والمداعبات، شكرا لهيئة الإعلام، وشكرا للمجلس الجماعي لإتلبيون، وشكرا للسلطات الإقليمية. الصم والبكم الفائزة بالبطولة المغربية أبت اللجنة التنظيمية إلى أن تسلم هدايا لتشجيع هؤلاء الأبطال من الصم والبكم لكي تبعوا الدراسة ديالهم. والسي رشيد بوزاليم يتفضل مشكورا لتكريمي أو لتسلم هذه الهدية بالنيابة عن كل الفاعلين في مجال الصم والبكم. تفضل باسم اللجنة التنظيمية تسلم هذه الهدية. شكرا. هاك 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 مصطفى بومهاود في هذه اللحظة يكرم. سي مصطفى بومهاود، مصطفى بومهاود تفضل. سي مصطفى بومهاود يكرم في هذه اللحظة على يد السيد رئيس الجمعية برفقة السيد الباشا. سي بومهاود هذه خاصة، هذه السي بومهاود، مشكورة السي بومهاود وصورة تذكارية جميلة جدا. شكرا السي بومهاود. وتكرم اللحظة، تكرم اللحظة واحد الصورة بهية، صورة بهيجة، الأستاذة الكريمة المناضلة الفدة الأستاذة جميلة مصدق نائبة رئيس المجلس الجماعي لأيت ملول. تصفيقاتكم، وفي الحقيقة أنا بغيتكم كلكم تكرموها لأن جميلة تستحقنا كل تقدير. تفضلوا سيد الباشا، سيد الرئيس، سي كوريزيم، سي مزان، كلكم تكرموا هذيك السيدة لأنها تستحقنا كل تقدير. جميلة مصدق فاعلة جمعوية أستاذة، وهذه الهدية. يلا مبارك ولا تدحوا، أعطينا أخويا الجميلة واحد الرقصة هوارية شعبية. الشعبي 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 لا صافي جاتك بركنا وحسن. تفضلوا، هو راه هو راه هو راه هو راه. يلا جميلة تستحقين ذهب الدنيا كله، هنيئا لك بهذا التتويج والتكريم. شكرا لك على المجهودات اللي كتقومي بها، وشكرا السيد رئيس المجلس الجماعي، شكرا للجمعية المنظمة، شكرا للمشاركين والمشاركات، وهذا الإهداء الغنائي من جماعة ايوا ارا كلشي كلشي معنا.
الاخوان السيد رئيس اللجنه المنظمه. شكرا لمنصور اعلامي للتظاهر. يلا خشي معنا. ايوا كريم وممول كتلات والطالي كريم.